بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وفخرنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين، وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدين، حمدا شاكرين، حمدا ذاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أصل الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان، وأمتنا بالإيمان، وأحشرنا بالإيمان، وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين، وعافية في الجسد، وزيادة في العلم، وبركة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت، والنجاة من النار، والعفو بعد الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ووالدينا، وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وفي الأهل والجسد والمال والولد والمسلمين أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا وأولادنا من الناجحين والفائزين في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا وأولادنا من الناجحين والفائزين في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا وأولادنا من الناجحين والفائزين في الدنيا والآخرة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم نور قلوبنا بنور بهدايتك، كما نورت أرضا بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعزل والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأفقام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، ونعم الوكيل، فنعم المولى ونعم النصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.